الشوط نتابع المقدمة نتابع الصدارة وأرى اللي قادت المجموعة متعبة لعبد الله بالسيب الزيتون المهيري تنطلق بمقدمة هذا الشوط منذ البداية لها مع المركز الثاني. المركز الثاني أرى التسلل والقدوم أيضا من ندى للسالم بن هويد بن ذيبان الاكتبي. نتابع المركز الثالث وأرى التقدم أيضا للذيبة لحمد بن عبيد بن شينان المري من أعلن انطلاقة الذيبة مع المركز الثالث. رابعا مشاهدينا متابعينا الكرام رهني أوتار بشعار علي بن سالم بظفير العامري من أعلن انطلاقة أوتار مع المركز الرابع. وخامس التحديات أرى التسلل أرى الانطلاق من الشايبة لحميد بن عتيج بن عبيد بالهلي من أعلن انطلاقة الشايبة مع المركز الخامس. وسادسا من الجانب الآخر التحديات من أقادير لحمدان بن مطرب سالم بالعرطي الحميري من أعلن هذا الانطلاق من أعلن هذا التحدي مع المركز السادس. وسابعا مشاهدينا متابعين الكرام تقدم من الشامخة لراشد بن عبيد بن حامد من أعلن انطلاقة الشامخة مع المركز السابع. ثامن التحديات أريام وعمران بالسلطان بن تريم الاكتبي من يتابع انطلاقة أريام مع التحدي الجميلة ومع الانطلاقات الرائعة. المركز التاسع أرى القدوم من مطفية لمحمد بن أحمد بن قنون الفلاسي. ومع المركز العاشر أرى التحديات أيضا أرى الانطلاقات الجميلة والرائعة. المركز العاشر القدوم من جميلة لراشد بن أحمد بن عمهي المنصوري من يتابع انطلاقة جميلة مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة. ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية اللي يرى الشوط من بعد المسافة متعبة على المقدمة بن المهيري من يتابع متعبة اللي منطلقه بناموسي هذا الشوط. ومن بعد المسافة ما شاء الله تبارك الله. ولكن التحديات من أوتار لعلي بن سالم بن عبيد بظفيرة العامري من يتابع انطلاقة أوتار مع المركز الثاني. ثالث التحديات رهني أيضا شعار راشد بن عبيد بن حامد الطنيجي يتسلل مع الشامخة مع المركز الثالث رابع التحديات أريام لعمران السلطان بن تريم الاكتبي ومن بالآخر مع المركز الخامس. نتابع أقادير لحمدان بن مطرب سالم بالعرض الحميري من أعلن هذا الانطلاق من أعلن هذا التحدي مع المركز الخامس. المركز السادس نتابع التسلل نتابع ندى لسالم بن هوي الاكتبي من يتابع انطلاقة ندى مع المركز السادس. بين بدا انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع بأرى التقدم أرى القدوم من جميلة لراشد بن أحمد بن عمهي المنصوري. ومن الجانب الآخر سراب لعبد الله بن راشد بن نايع الأغفلي تتسلل أيضا تنطلق مع المراكز القادمة. بين بدا انطلقنا مع المركز الثامن وهيلة لسلطان بن محمد بن مرخان المنصوري من تابع انطلاقة وهيلة من بدأت تتسلل أيضا وتنطلق أيضا مع هذا التحدي المثير. ومع المركز التاسع رهني مطفية محمد بن أحمد بن قنون الفلاسي. ومع المركز العاشر نتابع حايل لدغاش بن محمد العامري من أعلن انطلاقة حايل مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا للمراكز المتقدمة. غادرنا لوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. ما شاء الله تبارك الله التجمع على المقدمة شوط يحمل الإثارة يحمل التحدي منذ البداية. والتغييرات مستمرة الانطلاقات رائعة على مقدمة هذا الشوط. وقادير انطلقت بالصدارة حمدان بن مطرب سالم بالعرطي الحميري ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المثير على هذا العرض الرائع. ولكن من الجانب الآخر هناك
هناك أيضا ما شاء الله تبارك الله. وهيلة 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 انطلقت بالصدارة سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري من يتابع انطلاقة وهيلة من انطلقت بالصدارة انطلقت بالمقدمة وأوتار مع المركز الثاني علي بن سالم ظفير العامري التقدم أيضا لمتعبة مع المركز الثالث أو أرى سرابة تتسلل في هذه اللحظات عبد الله بن راشد بن نايع الأغفلي ولكن انطلقت وهيلة باعدت المسافة باعدت المسافة رقصت في اللحظات الأخيرة قفلت على مجريات هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. وهيلة 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 على الصدارة سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري من يقدم وهيلة بهذا الانطلاق سلام سلام مع هذا الأداء المثير اللي تقدمه وهيلة تهانينا لسلطان بن محمد بن مرخان المنصوري بينما اللي وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا متابعي الكرام تاتي أوتار لعلي بن سالم ظفير المركز الثالث سرابة لعبد الله بن راشد بن نايع المركز الرابع غادير حمدان بن مطر بن سالم الأرضي الحميري ومع المركز الخامس أراهني أيضا شواهين لسلطان بن سيد بن بطي بن غراب الاكتبي ذاتي مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس الأسامي المتقدمة في هذا الشوط ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول وهيلة ذاتي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 41 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا لسلطان بن محمد بن مرخان المنصوري على فوز وهيلة بالمركز الأول بينما اللي وصلت مع المركز الثاني أوتار بشعار علي بن سالم وظفيرة العامري تاتي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 44 ثانية 8 أجزاء من الثانية واللي وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام هذه لحظات وصول سرابة مع المركز الثالث 7 دقائق 45 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن راشد بن نايع الأغفري تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل نجدد لكم